اهلا وسهلا، كي دايرين؟ اشخباركم؟ منين غنبدا وكيفاش غنبدا؟ كيف مشيتوا معايا الجرحين؟ جاو الحوايج الحمد لله، وايام دازت ومازال عندنا الروينه، لانه ما سهلاش. راكم عارفين الرحيل من دار لدار صعيب، ودابا من بلاد لبلاد اصعب. جاو دابا الحويجات الحمد لله صافي. المهم مابقاش شي حاجه كثيره، غير هي عندي واحد المشكل انا غنقوله لكم. الصالون هو هذا دابا، الخميات مازال بشويه لينا، عندنا الريدوات اختي كيهود الليل، كنهودو الريدوات تنسالي ولا الريدوات وداك الشيء. لا الخميات هذا حطينا ساكي طاح ليا، عقلت ولا هذا جبدتو قبيله باغا نعطي له واحد البنيه. قلت لكم حطينا هذا هنا، واحد المشكل عويص عندي لقيتو ديال بصح الماريو ديال بتنعس ديالي الكبير فوقاني، عقلت عليه هذا كنحيب عليا ما جانيش لا في بيت ولادي ولا في بيتي ولا في حتى شي حاجه. يعني عندي جوج بيوت وصالون، هذا الماريو ما جاش. ها هو البنات باقي ليا وسط الصالون. اي هانتوما كاميرا غطفه، وهادي ديال ناموسي عقلتوا عليها، هادي ديال اللي حدا ناموسيتي اللي كتكون قدام ناموسيه ديالي الفوق في الطبقه الفوقانيه، عقلتوا هادي حتى هي ما جاتليش، حيت الا درتها غادا تسد ليا الدخله، غتسد ليا. اهلا ماما، تسد لك المسام. تسد لي المسام، قصد ديال المسام ديال بيتي غتسد ليا تمايا. المهم تاع البيوت باقيين شويه مديرين قربلين. اهم حاجه اختي هو ناموسيات كان عندنا فين نعسو، صافي ماشي مشكل. الحوايج يلا بشويه بشويه اليوم بدينا نحطها في الماريوت وداك الشيء. شتاني غطفى الكاميرا خصني نعاود نبدلها. هذه ناموسيات ماما اللي جبتها ليها، خاصها تمشي للجديده تحيد من هنا، عاد باش غتخوى لينا البلاصه الصاله مونجي اللي غنديروها دابا غنمونطيوها انا وماما. ياك انت كتعرفي ليسات؟ ها انا راه معلمه. انا راه معلمه، معلمة الوالدة معلمة. ايه وصافي نجيبو الطبلة ولي فوق لهداك المرايا. المرايا المرايا حطيتها هنا هادي دخلها لبيتك؟ خليها تما تما، خليها دابا حاليا، خليها هنا ماما. وني حاليا غنخليها تما حيت البيت البيوت باقي مرونين، وي ما عندهاش فين تحط دابا حاليا نخليها. شوف هاد الماري وهذا دار ليا فضيحه، والله حتى دار ليا فضيحه. كنقول يا ريت لو ما جبتوش كنا خليته تما، ما بغاش حتى يتباع ليا تما، ماشي ما بغاش، ما زربان وداكشي ما تباعش كون انا زعما. ولكن الحاجه الاكثر اللي غلبت هي انه كان عاجبني وجي بغيت نجيبه. كون معكم صريحه، وملي جبته هنايا دار ليا هذا المشكل، هذا قوقه في راسي. هاد لافاليس خصها تدخل دخل البيت. هادو سميتهم الجوره ديالو، هادو هادوك الطاجيرات ديالو، عرفتو ماريو واعر واعر. ما عرفتش واش غنحط هاد الفيديو غنكون بعته ولا لا، حيت قلتها في تيك توك وليت كندير لايفات في تيك توك، بزاف اللي قالوا لي بغيتو. دابا كنتواصل مع الناس، ما عرفتش واش غيكون تباع ولا لا. لا ما كانش تباع غنقولها لكم، باغا نبيعو، باغا نبيعو الثمن ديالو جد مناسب، لانه الثمن ديالو غالي تما، ودابا غنبيعو بثمن المناسب لانه واعر، يعني الكاليتي ديالو. ها باقي نشوف، شوف عرفتي فيه شحال من شحال من بياسة. ماما شمن شنو هذا كيقولوا ليه؟ ماشي نوفو بوا، لا هذا عود، عود ديال العود. ماما راك تفهم مزيان في النجار هادشي، ماشي نوفو بوا هذا عود. ها مثلا مازال هادشي ديالو، هادي شناهي؟ هادي جاجه ديال الباب ديال هذا لونيتي ديال التلفاز. شوف سبحان الله العظيم لونيتي ديال التلفاز، شوف عامين وانا دايراها في ديك الدار، ما كاملاش ما دايرهاش كامله، غير حاطه هكا. داك يا ربي تسمح لي باش نعير، داك الانسان اللي كان دخلتو عليا الدار كان حضوره بحال غيابه، راجل وما كاينش في الدار، ما كينفع ما كيضر.
ما كملش ليا المونتاج ديالها عامين عباد الله، وما عمره ما بغى يكمل ليا المونتاج ديالها، وبقات غير هكا. هي راه مازال هي راه فيها ثلاثه شحال فيها هذه هكا، وفيها البيبان ديالها ديال الدجاج، وفيها الضواو، فيها الطرف الاخر كيجي هكا كبير، الطرف الاخر هكا بحال ال ال دايره هكا في الحيط بحال هكا. وفين هما دوك الاكل والدجاجه ديالها؟ كلشي كاين، كلشي جايبه. راه هادوك اللي جايبه دوك اللي في لاكو في البار، هادو هادو اللي باقي ما محلولينش، هادو هادو والضواو ديالهم وداكشي راه واعره. شي شاريها بالشحوه من ايكيا، غيصيب لي النجار خصني نعيط عليه. ها انتم هادو كانوا تحت من الدروج عندي في الدار، عقلتوا الدروج كانوا تحت منهم مده عامين، وانا دخل عليا غير عام للدار، وداك العام كله ما دارش همهش. سيدي صاحبك جيب لنا الجار، جيبوا لينا. قلت لي شحال مره خاصنا نجيبوا؟ واخا 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 بغيت لي الدل مدلدل في هذا النهار اكثر ما هو مدلول. ايوا عرفتوا جاتني اللي بغيت نوصل لكم الفكره زعما، وجاتني. شوف فين بغيت نهضر وفين مشيت. اللي بغيت نقول هو انه جاتني هنا قد قد، هانتو من هنا لهنا الحيط قد قد. هذا ولدي خصني تنقاد الحاله، تنقاد زعما الدنيا وعاد نبرونشي. جاتني والله الا سبحان الله العظيم، تقولوا سبحان الله شاريه لهاد الدار. هذا الكوميدين كوميدين كي نقولوا اختي تما كوميدين. ايوا التلفازه اللي باقا لينا ما برونشيناهاش، هادشي خصو يتحيد. برونشينا كشي الكوزينه، ماكينه الماعن والصبانه وداكشي والثلاجه الحمد لله. كوزينتنا راه تقادات، غير هي الباب اللي حدا الصبانه قالنا المعلم ضروري خصنا نحيدوه، لانه كيتحل هكا غادي يجي ما غايقدرش يتحل على الماكينه. قلنا ليه صافي حيدو حتى ندير ليه عجني شخصي توصل حتى ندير ليه شي حاجه ديال الالومنيوم ولا هذا نولي نسدو به بحال هكا. خصني نحل الماكينه، نشعل الماكينه. المهم بقى باق شويه الروين، ولكن الحمد لله كوميم الحمد لله. لا لا بدات مزيان الدار، بدات تبان، بدات كتبان. هاد البلاصه هادي كتعجبني، من الاماكن المفضله عندي في الدار هي وهذوك الضويوات اللي لهي. هاد الكوان بحال هكا كيعجبني هاد الكوان. هذا باب الدار هنايا كيعجبني هاد الكوان، هذا عقلتو عليه، هذا اصيل وهذا اش دار جايبهم معايا. وشنو نخلي عاوداني؟ وهادي راكم عارفينها ديال اليوتيوب، دار على اليوتيوب. ايوا هادشي اللي كاين. اش غنديروا دابا؟ غنمونطيو لا صالا مونجي طبله كراسه، ها هما واجدين دابا غنمونطيوها. رجلي نشوف كي دايره. ايه فيها غير هكا تحليمش كيسحب لي. خاصنا قلت لها خاصنا معلم وماما باش مزيان صافي. وفين غنحطوها ماما؟ هذوك فوق حتى نحطها عاد كتولي الدار مزيره. حتى دوك درت لك مطفرات، حتى دوك مطفرات صافي ماشي مشكل. مزيرين مزيرين زيروا على راسنا، شي غنولي ندوزو من الحاجه. انا هذا هذا اللي دار لي الاراره، هذا الماريو حطيت فيها غادي نمشي. الماريو دار لي شوف وسط الصالون عباد الله، شوف شوف وسط الصالون جالس ليا ها مقرض. واش غنقول لكم هادي واقيلا حتى هي غنبيعها، هادي اللي كتكون قدام الناموسيه هادي راه كتحل. ما عنديش فين نديرها، ها خليت كتحل كتخزنوا فيها. تبيتي ما تجيش ها؟ لا تبيتك ما تجيش فيه، باغا تلهف والله ما تجي. كون كان جا ماما نعطيها لك ما تجيش فيه. كتحل بيت هذا البيت لا ما تجيش امبوسي ثاني تعطى لي ما تجيني. لا ما تجي حتى بلاصه اللي عندها بيت نعاس ديالها كبير تواصل معايا. المهم انا غنصورها لكم في 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 الانستغرام ولا في تيك توك، ونوريها لكم ونقول لكم البري ديالها. والله الا غندير معكم اسمنه زوينه غير باش يحيدوا عليا من هنايا، ما بقيتش باغا نشوف شي حاجه زايده في داري. كلشي اللي ما بغيتوش لحتو عطيتو بزاف الحاجات اللي هذا تخلصت منهم يعني تفكيت منهم.
دابا عاوتاني هادو داروا ليا هاد الشيء، باغا نبيع الماريو ديالي، باغا نبيع هادي صافي، وهنا مع راسي ما بقاش عندي الزياده الحمد لله. بيانو ديالي ها هو حطيته هنا، بيانو بكرسي ماما حطيته هنا. كتسنى فيها باش المونطو المايده. يلا زيد، يلا بسم الله. يلا هذيك راه خصك تحطيها. اش غندير؟ يلا نهان هان هان، ما عرفناش سميتو نمونطيو ليها الرجلين، خاصنا داك الساروت وما عرفتش باش كيدورو، ما قدرناش عليه، حاولنا نركبو هادي لكن خاص داكشي كي كتبقى تلعب تصدق طايحه لينا ولا شي حاجه. المهم نات، هذا هو الفيديو ديالي، هاد الشنطه ندخلها، حمقتني الدريه وحمقتني الاضاءه بحال استوديو. يا كمان واخوتي انت راه كتبغي الدكتور من القياس، ها بغيتي تجي راسك راش زيدي نوضيني راسك قفيتك شرشر. شي مشكل. والمره الاولى اللي درت جاتي درتي غالي، تبقى ديما يجيك غالي. وي والله انا راهي كتحبتي انت انت ماما. لا 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 شوف شي هذا الزبق شي هدايا كتصات ثابته، حنا عاد نوقفوا هذيك ونردوا عليه التمام. الرجل كتلعب ثابته كتلعب رجل تسختي تزهق، مشات فيها الطبله تطبق مشات مالا هي تبارك الله عليها وصحتها الله شوفي ايكيا تما الصح ومتانة هنا ولا في الدول الاخرى ما عرفتش، انا كنهضر على زعما تما داكشي اللي شفت بعيني الصح ومتانة. الله على طبيبتي طبيبتي طبيب لا شهاده على شحال من وجبه وجبه.